صلي على محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. اللهم صلي على محمد وآل محمد. ثالثا على حب مسلم بن عقيل بأعلى أصواتكم. اللهم صلي على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك، لا سيما ابن عمك مسلم ابن عقيل، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لحيكم مهجتي جانحا ونحوكم مقلتي طامحا واستنشق الريح، إن السماوات فبالأنف من نشركم فايحا وعدت غريبا تلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة كما كان مسلم بين العدا غريبا. أيوا مسلمة ومظلومة وغريبة، وعدت غريبا بتلك الديار، صفقتي لم تكن رابحا كما كان مسلم بين العدا غريبا، وكابدا جايا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفاتحة، يا لنبكي لها بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا المالحة، سيدي يا ابن عقيل، رموك من القصر إذ أسلموك، ألست أميرهم البارحة وسحبا تجر بأسواقهم، وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة، قتلت ولم تدر كم في زرود، عليك العشية من صايحة،
فمن ليتيمة النائحة يا عمي هذا لسان حال ابنة مسلم حميدة يا عمي ايش كثر بي حلوة الليالي الليالي عزيز وفرقته تصعب الوالي يا عمي ينجرح قلبي وتاه بالي بجيتك هاي وبنشدك علي يا عمي ينجرح قلبي وهلت العين يا عمي وباليتم حسيت يا حسين على يم بينت لي بوجهك اثنين الحزن الحزن ودموعك تجري سويا اي الحزن ودموعك تجري سويا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نوروا قلوبكم وتلسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في هذه الآية الكريمة خطاب من الله عز وجل للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واختصه به أو اختص أهل بيته بذلك الخطاب تشريفا وتنويها بمكانتهم عند الله عز وجل. الله يخاطب النبي الأعظم يقول أؤمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها على الصلاة. لا شك أن الصلاة هي من أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان وهي عمود الدين، فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. والصلاة هي من أفضل أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح، فالإنسان في الصلاة يقوم بعمليتين في آن واحد: ارتباط قلبه بالله عز وجل، وتوجه جوارح أيضا إلى الله في القنوت في الدعاء في الركوع في السجود في كل حالاتها. يعني الإنسان يكرس نفسه لله عز وجل، وهذا هو منتهى الخضوع. كل حركات الصلاة لو الإنسان يفكر بها يشوف الصلاة فعلا. بعض الغربيين كتبوا عن الصلاة من غير المسلمين، كتبوا أنه بعض طبعا مو الصلاة اللي نحن نقوم بها لكن الصلاة بشكل عام، قالوا أن الصلاة هي علاج لكثير من الأمراض، وكتبوا في هذا المجال كثير مسيحيين وغير مسيحيين. نحن لا شأن لنا بهذا، لكن هذا يؤيد بأنه الصلاة عمل فعلا جليل لو استفاد الإنسان منه. قد يتعجب واحد يقول طيب نحن كلنا نصلي الحمد لله، وإلا لو ما كنا نصلي ما كنا نحضر المساجد ولا الجوامع ولا غير ذلك. المشكلة مو بالصلاة، المشكلة ليس أنه نصلي أو ما نصلي. في ناس ما يصلوا ويمكن طيبين، يمكن طبعا هو لا يمكن. الإنسان المسلم إذا ما يصلي فقد قطع علاقته بالله عز وجل. آخر يعني حد الأدنى المينيموم علاقة للإنسان بربه هو الصلاة، فإذا استكبر عن الصلاة وقطعها يعني ما عنده أي علاقة بالله إطلاقا حتى لو كان أحسن الناس تعاملا. هذا هو تشريع الله عز وجل. لكن نحن نتكلم عن يعني موضوعنا هو تفعيل الصلاة. موضوعنا اليوم كيف نفعل الصلاة، لأن الصلاة الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تمام؟ زين المنكر موجود ولا ما موجود؟ موجود. وين موجود؟ عند المسيحيين ولا عند المسلمين؟ عند الكل. وقد تجده عند المسلمين
أضعاف. طبعا منكر مو معنى واحد مثلا يشرب خمر أعوذ بالله، هاي أشياء معروفة صارت. زين الأغاني والطرب ما أدري كذا، هاي الأمور نحن لما نذكر الفسق احنا نقول هاي الأمور فالحمد لله احنا بعيدين عنها، فإذا نحن في منع عن هذا. المنكرات أنواع، المنكر بالسياسة والمنكر بالاقتصاد، اللي يسرق واللي يرتشي واللي يحتال كل هذا منكر، اللي يكذب مثلا، المنكر في عالم الاجتماع يعني في مشاكل الأسرية والبيتية، وهي تنقل حكي وذاك ينقل كذا، وهذا يتكلم على أقاربه، هذا يتخرب بيوت، منهم من يفرق بين المرء وزوجه، جلسة مثلا جالسين والله فلان كذا نقلوا كلام عنه، وهذا يسموه النميمة، يعني واحد ينقل كلام من الناس إليك، هذا النمط من الناس. الأحاديث يقول احذر من، لأنه من نم لك نم عليك، يعني اللي ينقل لك كلام سوف ينقل منه، هذا مثل نبوب يعني يروح يأخذ ويعطي، من نم لك نم عليك، ينقل لك ويأخذ أيضا الوارد منك يرجع إلى ذاك. فهذه أمراض ومشاكل كثيرة. ما نتكلم عن الجانب المنكر والفحشاء والمنكر بالجانب الخلقي أو الأخلاقي، لا، كل المنكرات. زين هذه الصلاة اللي الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما نشوف إحنا الصلاة تنهانا، فكيف يعني؟ والله ما يقول الحق، الله عز وجل يقول الحق، فلماذا إذا الله يقول الصلاة تنهى ونحن لا نجد هذا، فإذا هناك هل هناك نوع من التكاذب والعياذ بالله في الآيات؟ أم ماذا؟ كيف نجيب؟ الجواب القرآن الكريم إنما يشير إلى هذا، يقول الصلاة من شأنها يعني الصلاة الحقيقية، الصلاة لو جاءت على الأصول فسوف تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن فلما نجد فحشاء ومنكر ما معناته؟ معناه الصلاة التي يصليها كثير من المسلمين هي صلاة غير حقيقية، صلاة بس مجرد حركات. تعب الروايات تقول هذه الصلاة كالخرقة تلف وترمى في وجه صاحبها، يعني لا قيمة لها، جسد ميت. شايفين الآن لما يصير مرض يسوي إسقاط، الله يجير جميع الحوامل، لما يصير إسقاط يجي جسد ميت، يعني هو جسد كامل قد يكون لكن لا روح فيه، لا روح فيه. فهذا الإنسان لما يصلي يقوم بشيء، بيولد شيء جديد، يعني يقوم بعمل نحن لا نرى، فالصلاة ما نبين، يعني ما نشوف صورتها ما هي، لكن لها صورة في عالم الغيب، لها صورة. ولهذا في الرواية تقول إذا الإنسان أخر صلاته تصعد هذه الصلاة سوداء مظلمة إلى الله عز وجل، تقول لصاحبها ويحك لقد ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني، ليش أخرتني؟ كيف الآن لو فرضنا مع الفارق، لو فرضنا أن المرأة تحمل 9 أشهر يتأخر أكثر من، يعني يمكن كم يوم يمكن، لكن لو تأخر أكثر من 9 يصير مشكلة، قد تموت هي وطفل. الصلاة الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جعل لها أوقات، فطلب من الإنسان يؤديها في أوقاتها. لماذا يأخرها؟ يقول مشغول، يقول كذا، يقول عندي، فالمشاغل ما تنتهي، المشاغل لا يوم ولا 2 ولا 10 تبقى. فالصلاة هي أساس، والقرآن الكريم يشير إلى هذا أنه الصلاة من شأنها، الصلاة الحقيقية، الصلاة التي جاء بها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة حقيقة تغير الناس، واللي يجرب الإنسان خلي يصلي في يوم ركعتين على الأصول، يعني مو يصلي ركوع يركع ويشيل راسه عن النص وينزل السجود كما نشوف بعض الناس مع الأسف، يعني يركع ومن الركوع سبحان ربي العظيم وشال راسه عن النص بعد ما وصل لفوق، لازم يستوي الإنسان، لازم يقف نعم منتصبا ثم ينزل إلى السجود، هذا لا، بعد ما شايل راسه من الركوع ودغري على السجود، هذه صلاة إيش؟ لم يقم بأركانها، هذا الظاهر. أما تعال الباطن، الصلاة أهم شيء بباطنها طبعا، هاي الأشياء الظاهرية واجبة، ولكن إذا ما ضبط الظاهر ولا الباطن إذن الله يساعدنا. تمام؟ نحن أنا ما أريد أتكلم تفصيل عن الصلاة، الموضوع هذا حقيقة طويل، لكنه أنا أشرت إلى هذا لأنه في مشكلة،
وأنا هذا همي، همي أن أقف عند هذه المشكلة. المشكلة ما هي؟ المشكلة أن كثير من الأهل يعانون بأن أولادهم لا يحبون الصلاة، لا يحبون الصلاة. زين، هل هذه المشكلة حل؟ أولا ما هو السبب؟ وما هو الحل؟ طبعا هذا برسم الآباء، برسم أبنائنا، الشباب اللي بكرة إن شاء الله يصير لهم أولاد ويكبرون حتى لا يخطئون كما يمكن أخطأ بعض آبائنا وكبارنا، يمكن كانوا طريقتهم هيك، هذا اللي طال معهم. نحن الآن الحمد لله في عندنا صار فرصة نتعرف ونشوف لماذا. أول شيء، أول نقطة، الإنسان لابد حينما يريد أن يعلم الأبناء أن يكون هو متعلم، صح ولا لا؟ وإلا فاقد الشيء لا يعطيه. يعني الأب صلي غلط يقول لابنه تعال صلي صح، ما يمكن إلا يشوف صح إلا واحد صديق أو كذا يعلمه. أول شيء لازم الأب يتقن الصلاة وحتى ينقل لأولاده الصح، ما يعلمهم غلط. في ناس يعلموا غلط، تمام؟ يعلموا غلط، كثير من الآباء 50 سنة وصلي غلط، وإذا قلت له غلط بعد هذا يمكن يزعل عليك ما يقبل. المهم أن يكون عند الأبوين إخلاص وطلب من الله عز وجل أنه يعينهم في هذا المعنى. هذا شيء جدا مهم وله أثر كبير. كيف؟ أنت لما تريد تعلم الإبن، وين في هالزمن؟ في هالزمن الآيفون والوسائل هذه والآيباد، وهذا ما يحب طبعا، هاي يحب يعني الصلاة هي أثقل شيء، أثقل من الجبال عليه بعض الناس. فتستعين بالله عز وجل أنه يا ربي أنا أريد أن أعلم هذا الإبن حتى يكون قرة عين لي، ما هذه ضيعة. هذا إنسان ما ابني طلع ما يصلي، والله لو عنده ملايين إنسان ومليارات لا تنفعه. إذا واحد نعوذ بالله طلع من الأولاد شذ وانحرف أو ما عنده التزام بالله عز وجل، ما عنده علاقة بالله، إنسان أي شيء حقق في حياته، أي إنجاز حقق بعد، إذا فقد أعز شيء عندهم أبناء، فلماذا بعد أي شيء يفرح به؟ فهذا أول شيء يخلص لله عز وجل النية، والإخلاص يلعب دور بأن الله عز وجل يساعد الإنسان. كيف يخلص النية الإنسان؟ يخلص النية أنه لا يلقن الإبن أو البنت أنه أنت صلوا مشان الناس ما يقولوا عنكم ما صلوا، تمام؟ شو دخل الناس؟ أنه أنا حاج ومثل مرأة حاجة والله أولادهم ما يصلوا، شو بدي أقول للناس؟ شو دخل الناس بموضوع؟ الإنسان هو أهم شيء الله عنده، تمام؟ فلا يلقنهم أنه الناس والله حتى يشوفوكم صليتوا الحمد لله أولادنا مؤمنين أمام العالم. طب شو استفدنا إذا صلى أمام الناس وبالمدرسة ما يصلي، صلى أمام الناس وبالشغل ما يصلي، صلى عند أهله ولما رجع للجامعة أو راح سافر غير مدينة ترك الصلاة، شو الفائدة؟ فأن لا نزرع عندهم أنه أهم شيء ماذا يقول الناس عنكم، الناس رضوا أو ما رضوا، الناس ما يعجبهم العجب. هذا أول شيء. الشيء الثاني المهم، نحن عادة نريد من الأبناء أن يصلوا، صح ولا لا؟ هذا جيد، لكن هذا مو كل شيء. المطلوب من الأبوين أن يعلم الأبناء أن يحبوا الصلاة مو يصلوا، هذا فرق كبير بينهم. فرق بين واحد يقول لابنك قم صلي ويفيق أي وقت الصلاة مثلا أو ينبهه ويصلي الابن لكن مكره مجبور لكن لا يحب الصلاة. إذا ما أحب الصلاة وما أحب العبادة، صراحة نذكرها باعتبار هي الأساس، يعني كما ذكرتها الفاصلة بين الإيماني والكفر هو الصلاة. فإذا الإنسان صلى أمام أبويه ولكن لا كان يكره الصلاة، لا يمكنك أن تكره الإنسان بشيء لا يحبه قلبيا روحيا، ما يمكن. الآن جربوا هذا الشيء، واحد ما يحب شخص، امرأة مثلا، واحد يتزوج أو يخطب وما يشعر أنه في علاقة روحية بينه وبين خطيبته مثلا، زين، هل في واحد بالدنيا يجبرهم أنهم تعالوا تزوجوا؟ لا، غير صحيح. لماذا؟ لأنه هاي قضية قلبية، قضية مو أنه يسوون يكتبون كتاب إلا وكذا حتى يرجع الحب، ما في شيء، كلام لا قيمة له. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، شو بدك الحاج؟ تفضل.
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا لا يمكن للإنسان أن يجبر آخر على شيء لا يحبه، فإذا هذا ما نفعل لابد أنه تغلس عند الأولاد وعند الأبناء قضية حب الصلاة. هذا الشيء مهم جدا، كيف نغلسه؟ هذا يأتي من خلال أيضا آليات، يعني ما يأتي هكذا بالطريقة الضرب أو الصراخ وكذا، بالعكس هذا يؤدي إلى رد فعل سلبي، يعني رد فعل معاكس. أنه الإنسان يختار مثلا يختار طريقة معينة أن ينبه ويعلم بها بحيث يحبب الابن بهذا، مثلا يتكلم له عن نعم الله عز وجل، أن الله هو المعطي، أن الله هو المنعم علينا، وانظر الذي طبعا من الطفولة مو من الكبر، من الطفولة، أن الله هو الذي أعطانا هذا، هو رزقنا، هو أعطانا الصحة وكذا، وهذا الرب طلب منا أن نصلي له وأن نقدم نعم قربان. الصلاة قربان كل تقي، قربان كيف واحد يقدم قرابين؟ قربان كل تقي. الصلاة معراج المؤمن، يعيش حالة من العروج إلى الله عز وجل، فإذا اقتنع بذلك الابن هو يقبل إليها، هو يأتي لوحده. وأن يحاول الإنسان أن لا يعني يبعد عنه قضايا التي تكرهه، مثلا الابن جاي من المدرسة افترض الآن، والآن جاي مثلا وفقد غير مناسب إلى أنه رأسا يصلي رأسا من الباب، يعني طبعاً لازم شوية يرتاح وكذا حتى يصلي، أو أنه كان في 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 ذروة اللعب يلعب لعبة معينة وصار الصلاة، طبعاً هاي البدايات، ولا بعد ما يكبر يصير مكلف البحث يختلف. في البدايات الإنسان يدرج، ما يصير يجي رأساً يعني مثل ما هو يصلي على الوقت، لازم اللي عمره 7 سنين أو 6 سنوات أو 9 هم يصلي على الوقت، يعني شوية يصير بيع نوع من يعني المرونة. ففي لا يجعل هذه الدعوة له للصلاة في أوقات لعبه، في أوقات اللي مثلا عنده فرد موفي مفضل عنده ونص الموفي ويطفي التلفزيون ويلا على الصلاة، طبعا راح يكره الصلاة صح؟ لأن حرمته، يقول هو راح يربط هذا الشيء في داخل اللاوعية كما يقولون، راح يربط أنه هذه الصلاة حرمتني من أحلى شيء بحياتي الموفي، هذه الصلاة حرمتني من مثل المباراة، هذه الصلاة حرمتني من النوم، من عز النوم أنا وجه صاح البي عليه والأم يلا أم الصلاة، راح يربط بين هذا وبين نعم فقدان للذاته فسوف يكره. وكثير من الناس، أنا رأيت واحد من الشباب وهو غير يعني ما ملتزم، كان وكان ملتزم قبل، فسألت لماذا أنت يعني ليش هكذا؟ قال أنا كنت صغيرا وكان المعلم بالمدرسة إذا أراد يعاقبني يجيب لي سجدة يقول اسجد نص ساعة. هذا المعلم دمره يعني، خلاه يكره الدين فعلا، نص ساعة يسجد. ولهذا لا نستغرب الآن قضية الإكراه على الدين مثل في بعض البلدان كما في السعودية كما مذكور ببعض الإحصائيات، أنه أول دولة بالعالم في نسبة الملحدين. تدرون هذا الشيء؟ أول دولة رقم واحد في نسبة الأيثيست، مش في أمريكا، السعودية، بالعكس الأمريكان شعب متدين، تعرفون؟ شعب متدين هنا، يعني قياساً بالشعوب الأخرى الأوروبية وغيرها. فليش أول شعب، أول دولة تحصل على هذه الميدالية؟ زين؟ بالتراجع والتفخر، ليش؟ واضح، لأنه في عصا وفي أشكال قبيحة وتحول الناس حول إلى الصلاة، يلا على الصلاة زين، والناس ما اتركها ما يصلي، صلي بيت مثلا. أما لا، تعال أنت بالسيارة لازم تصلي، تنزل تصلي بالمحل لازم تصلي، تسكر المحل وإلى آخره، والله بحجة ماذا؟ أنه هذا أمر معروف أو نهي عن منكر. طبعا هذه الطريقة غير صحيحة على مستوى مؤسسات، على مستوى بيوت، حتى بالبيت. الشيء الثالث، أن يعتمد الأهل أسلوب التشجيع والمكافأة في البداية ليس في النهايات، لأنه إذا كبر بعد هذا شو كافأة يعني. واحد عمره الآن مثلا 18 سنة تكافأ لأنه صلى مسوي ربح الله جميل يعني؟ لا، لكن لما عمره 7 سنوات، طبعا الطفل يؤمر 7 سنوات، الطفل يؤمر بالصلاة لـ7
ويتدرب الى ان يصير 10 فيكون هو جاهز عارف شو ماذا يصنع. اما يصير عمره 15 سنه وما يعرف يصلي هذا بعد الله يساعده. زين فيؤمر بالصلاه للسبع ويكون طبعا يتدرج في القضيه الان يتعلم اول مثل ما ضابط الامور ما ضابط وضوءه ما ضابط قراءته الى ان يتقنها. هذه مساله جدا مهمه يشجع بالبدايات. الشيء الاخر الرابع مهم جدا ان البيت يكون مهيئ يعني الابوين مهيئين لاجواء الصلاه. مثل ايش؟ يعني الان مثل البيت اذا كان مبرمج وضع كله على اوقات الصلاه هذا شيء جدا مهم. قبل كانوا بالعرب يقولون كنا رعاة الصحابة قالوا كنا رعاة إبل فأصبحنا ماذا؟ أصبحنا رعاة شمس. كيف رعاة الشمس؟ يراقبون الشمس تطلع الشمس أوقات الصلاة متعلقة بالشمس زوال الشمس غروب الشمس. فكان قبل همتهم همة أنه يرعون الإبل الجمال يعني. اليوم صار تفكيرهم بالأمور أعلى انه اوقات الصلاه بالنسبه لهم شيء مهم. اذا كان الابوين مهتمين مثلا بدون ما يامروا الابن او البنت يلا قوموا على الصلاه يوم اللي صلوا على الوقت يكونوا مرتاحين، الحمد لله الله تعالى من علينا بان صلينا على الوقت اليوم. هذه رساله يبعثها الابوين يبعثوها الى الابناء انه والله اهلنا مهتمين بالصلاه. اما يامرون بالصلاه وصار الوقت الصلاه هو على التلفزيون او على الكمبيوتر او على التليفون او بالطبخ. وهذا الابن او البنت ما يتعلم. اقول هاي لو كان الصلاه مهمه كان اهلنا هم سبقونا اليها. حيث انها غير مهمه نشوف هؤلاء يتكلموا على التليفون ساعه مثلا وصار وقت الصلاه مو دايرين بال. فالاهل لازم يلعبون دور مهم في هذا. يبرمجوا اوقاتهم برامجهم مثلا مو وقت الصلاه. بعض الناس مع الاسف وقت الصلاه ويتلفن. طبعا هذا ما ينبغي ان نشيل الا اذا قضيه قائمه ضروريه. موعد او شيء اخر. اما واحد هكذا يعني مجرد انه يقضي وقت يعني وقت الصلاه مو عارف اصلا انه في صلاه. هذا مساله مهمه جدا. والشيء الاخير الذي اذكره هو قضيه الدعاء. بعد ما يبذل الانسان يهيئ اللي عليه يدعو من الله عز وجل. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. الانسان دائما يدعو لابناء. قد يكون الابناء اليوم صعب عليهم شوية. طب إذا دعاء مستمر لهم يمكن الله تعالى يمن عليهم يوم الأيام بأن يحببهم بالصلاة. يحبوا الصلاة وما أكثر يعني. إذا عاشوا في جو بالذات إذا عاشوا في جو طبعا من أسباب عدم يعني ما أذكر الآن أسباب من أسباب عدم محبة الأبناء للصلاة في هذه الأيام بالذات مو فقط في هذه البلاد هو ما في جو. يعني لما يأتون إلى الجامع مثلا ما يشوفوا أطفال كثر يصلوا يشوفوا الكبار وهم يضوجوا من الكبار بعضهم يعني حقيقه يضوجوا من الكبار انه ربطوا التخلف بالكبار. وهذا لا اقول ان تجنيا هاي الحقيقه. بعض الابناء ينظرون للكبار انهم ماذا؟ انهم هؤلاء اولد فاشن صح ولا لا؟ فكل شيء من عندهم هو اولد. زين فالصلاه لو كان بها مثلا شيء حلو كذا كان شافوا الاولاد ما واقفين بالصلاه كلهم ومتوجهين وفي جو روحي الاجواء الروحيه. ولهذا المدرسه لها دور كبير. المدرسه لما يصلوا الاولاد لحالهم طبعا لها دور كبير. وانا ارغب انه الصلاه يصلي الواحد من عندهم حتى يتعلمون. كل مره يجيب ترم على واحد حتى يتعلم يحس بمسؤوليه. الاولاد الصغار واي واحد بهم يقرا حتى يحس انه هو الان صار مسؤول. مو يصلي ويضحك ويلعب وكذا. كل مره يقف امامهم حتى طبعا صلاه تعليميه لغير البالغين حتى يتعلمون. طبعا مع المراقبه. فهذه مسألة أيضا مهمة ولا وأكتفي بها. نحن في هذه الليلة مع بطل من أبطال الطف مع مسلم ناقيل الذي نخاطبه بزيارته أشهد أنك قد أقمت الصلاة. طيب ليش يعني الآن كل الناس صلوا حتى ذولاك اللي حاربوا مسلم كانوا يصلوا تمام؟ أقمت الصلاة يعني أنت يا مسلم بجهادك وتضحيتك بقيت الصلاة. لو ما انت يا مسلم ناقيل لو ما شهداء كربلاء ما بقى اسم للصلاة انتهى كل الدين انتهى. هذه الحقيقة. أقمت الصلاة يعني أديت الصلاة الحقيقية اللي الله فرضها. هذه الصلاة اللي المهمة. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. هذه الصلاة تستحق أن واحد ماذا؟ أنه يصطبر عليها. يعني ماذا يصطبر؟
يعني يصبر وبل مع المعاناة، لأنه الصبر وحده كلمة خفيفة، اصبر يعني أكثر، فيها عناء، اصبر عليك، تحمل أيها الأب أيتها الأم. إذا الابن اليوم يقول لكم نعسان وما بدي أصلي وتعبان، اتحملوا شوية، قضية بدها تعب مو سهلة، طولوا بالكم عليه والله تعالى ويأجركم على هذا، وما تزرعون سوف تحصدونه. لكن واحد يقول لا خليه هو يصبر، وبعدين ماذا يصنع؟ على كل حال، مسلم بن عقيل سلام الله عليه الذي أقام الصلاة في الزيارة الخاصة، أقمت الصلاة، هذا الرجل، هذا البطل الطالبي الذي جاء الكوفة وكان رجل فعل الرجل المسؤولية، يعني لما بعث الإمام الحسين عليه السلام للكوفة وكان هو وحيدا، صور مو جاي مع فرقة مثلا وفريق كامل من المستشارين، ولا لا، هو قائد يأتي إلى مدينة يقولون ذاك اليوم كان بها تقريبا 250,000 إنسان، وفي رواية تقول أكثر، يعني مدينة كبيرة فيها من الأديان المذاهب مختلفة، فيها يعني كان مركز العالم الإسلامي ذاك اليوم كوفة. فلما يأتي مسلم بن عقيل إليها ويقوم بهذا الدور، فعملية مو سهلة، يأتي مسلم بن عقيل سلام الله عليه، بضعة أيام الناس يأتون إليه زرافات ووحدانا، ويقرأ عليهم كتاب الحسين وهم يبكون، طبعا يحبوا الحسين، يحبوه كما أكثر الناس يحبوا الحسين، لكن المشكلة مو الحب، المشكلة مو الحب، المشكلة الاتباع، الاتباع الحسين. كل الناس يقول نحب المسلمين يقول نحب أهل البيت، لكن ماذا يفعلون بشيعة أهل البيت؟ يقتلوهم يذبحوهم، يقول نحب أهل البيت. لكن يوم قبل كم يوم شفت واحد رجل سوري الظاهر وقت الشيخ يعني يقول أنا لقبي حسيني، حسيني النسب، ولكني أموي. المعلق اللي طلع على التلفزيون مقابلة اللي قابله يقول له شيء غريب، يعني صار يبتسم، قال غريب أنه أنت حسيني من بالنسب، يعني ترجع للحسين عليه السلام، ولكنك أموي. قال نعم، له نعم لا غرض في ذلك، فأنا أعتقد بأن الحسين غير معصوم، نعوذ بالله. فإذا ما قام بالحسين غير صحيح، ولهذا نتبع بنو أمية، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله. في ناس هيك، طيب هذا ينتسب إلى الحسين بالنسب ولكنه يعادي ماذا؟ بالفعل والموقف. كثير من الناس هؤلاء جاءوا يبكون على عند مسلم، يبكون كلهم. طيب وين بعدين اليوم في مثل هذه الليلة نحن نذكر مسلم بن عقيل؟ وين هؤلاء لما بقي مسلم وحيدا فريدا؟ دخل المسجد، طبعا بعدين صارت الأمور، جرت تغيرات، لست في مقام ذكرها الآن، وصارت الأمور دارت يعني الكفة إلى جانب عبيد الله بن زياد، وإذا مسلم يأتي للكوفة المسجد يعني صلى ومع مجموعة 300 واحد يقولون، دخل خلص صلاته، كانت 30 واحد من المسجد إلى الباب مسافة شوية، طلع وإذا ثلاثة، يخرج من الباب وإذا به وحيدا فريدا، الله أكبر، مصيبة حقيقة. الإنسان القائد لما يصل إلى المستوى، أنت الآن يمكن تسمعها تشوفها عادية لكنه فعلا صعبة، راح نفسك مكانها، أنت قائد بهالمستوى، ابن عقيل ابن أبي طالب ابن عم الحسين، هذا الرجل اللي دخل الكوفة وكان الناس تحف به من كل جانب، وإذا به وحيدا فريدا. طبعا ابن زياد جعل جائزة لمن يأتي برأس مسلم يمسكه، ظل يمشي بالأزقة والطرقات حتى انتهى به الأمر إلى دار طوعة، هذه المرأة التي كانت حقيقة التاريخ سجلها بأحرف من نور، وهي امرأة من الموالي، مو عربية، امرأة من الموالي، لا يعرف التاريخ عنها شيء إلا هذا الموقف التي آوت في مسلم فخلدت نفسها. وهذا درس لأخواتنا أيضا، أنه مو لازم تكون مرأة من عائلة كبيرة معروفة ومثقفة ودارسة، طوعة ما دارسة كانت، طوعة كانت امرأة يمكن من سائر المؤمنات، لكن موقف الإنسان لما تخلت الكوفة عن مسلم، هاي المرأة وقفت حتى لو تموت ما مستعدة، كان دافع عن مسلم ناقي، وقف على باب دارها، أمت الله، كان عطشان بأبي وأمي، أمت الله هل لي بشربة ما أشربها. الله أكبر، أهل البيت عندهم غريب، الإنسان يتعجب، العطش إلا في إيقاع خاص في حياة أهل البيت. إمامنا الجواد صلوات الله عليه مات عطشان لما سقط زوجته السم، أم الفضل يسموها، يقول انحرارة السم قطعت أحشاءه
طلب منها، كان صائم، طلب منها ماء لم تعطيه ماء، بقى 3 أيام بالسطح، صعد إلى السطح من شدة الآلام. شوف حالة العطش كم لها ألم وكم لها وقع. مسلم يقول أمة الله هل لك في شربة ماء أشربها؟ جاءت له بالماء، ما راح مسلم، بقى على باب الدار. قالت يا هذا أنا لا أبيح لك الوقوف على باب داري، رجل غريب، هل اذهب إلى أهلك؟ اختنق بعبرته، قال أمة الله أنا غريب في هذا البلد، لا أهل عندي ولا عشيرة. قالت من؟ لعلك مسلم بن عقيل؟ قال نعم، لقد خذلني أهل مصركم هذا. قالت سيدي تفضل على الرحب وسع هذا البيت بيتك. يقولون دخل إلى داخل الدار، تلك الليلة كان الوقت غروب يعني، دخل إلى داخل الدار، قدمت له طعاما فلم يأكل، لكن انشغل بالعبادة، يعرف هاي آخر ليلة إلا انشغل بالعبادة، كان قائما قاعدا راكعا ساجدا، اختلى في زاوية من زوايا في غرفة من غرف الدار، وهي المرأة مستأنسة أنه مسلم. هذه كرامة في واقع الأمر أن مسلم يأتي ضيف عندهم، ولكن سوء الصدف كان ابنها مع ابن زياد، ابنها كان جاسوس. يقولون بالليل نصف الليل رجع ابنها، شاف الأم احتمى رايحة جاية إلى الغرفة، يقولون سأل من الخبر؟ قالت لا شيء، ألح عليها، قالت إن في دارنا مسلم ابن عقيل، هو ينتظر هذه الفرصة حتى يروح يجيب الجائزة من ابن زياد. يقول ما إن بلج عمود الفجر ذهب مسرعا إلى ابن زياد، قال أيها الأمير طلبتك في بيتنا، أنت تدوى عن مسلم هو بيتنا. يقول بعث محمد بن الأشعث على رأس مجموعة من الخيالة وقال لهم اذهبوا واجلبوا مسلم بن عقيل، رجعوا. يقول فعلا ها صار الفجر، مسلم بن عقيل صلى الفجر، بينه وكذلك وإذا بصوت الخيل تأتي إليه من كل جانب، أقبلت إليه طوعا، يا مسلم لقد جاءك القوم من حيث تحذر. مسلم ما يخاف، قال أمة الله لا عليك، ناوليني سيفي. أخذ سيفا، هم رأسا دخلوا إلى الدار، يقولون أخرجهم من الدار وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، يعني أنتوا أيها العبيد، أنتوا العبيد، لكن أنا لا أموت ولا أكون عبيد لهؤلاء الطغاة، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، رد شعاع النفس فاستقرا، هيهات أن أخدع أغرى. أخذ يقاتلهم قتال الأبطال، ماذا عملوا؟ صعدوا إلى أعلى البيوت، صاروا يرمون بالحجارة وبالنيران. أخذ يقول لهم ويحكم لم ترمونني بالنار، أولست من أهل بيت النبي الأطهار. أخذ يقاتل، بعث ابن الأشعث إلى ابن زياد، قال علي بالمدد، هو واحد مسلم، علي بالمدد. قال ويحك بعثتك إلى رجل واحد وأوقع فيكم هذه الموقع هذه المقتلة. قال ويحك إنك بعثتني، رد في جوابه، إنك بعثتني إلى سيف ضرغام وإلى بطل همام، بعثتني إلى السيف من سيوف علي بن أبي طالب. أخذ يقاتلهم إلى أن أعيته الجراحات، أعياه النزف. يقولون أعطوه الأمان، قالوا يا مسلم لا تقتل نفسك، تعال لك الأمان. قال لهم لا أمان لكم أيها الغدر. ولكن بينه وكذلك كان متكئ على جدار ليستريح قليلا، وإذا بهم احتوشوه من كل جانب. أول شيء أخذوا منه سيفه، أخذوا منه سلاحه، دمعت عينا مسلم، فقال له ذلك القائد اللي جاء إليه، قال يا مسلم إن الذي يطلب كما تطلب لا يبكي إذا ما نزل به مثل ما نزل بك، يعني أنت جاي أنت تقود البلد هذا وجاي مسؤول كبير وأنت إنسان عظيم من قائد أهل البيت، فلماذا تبكي؟ قال ويحك ما لنفسي بكيت ولا لا من القتل أرزي، وإن كنت لا أحب لها سوءا أبدا، لكن أبكي لشيء، شوف الوفاء اللي عنده، لكن أبكي لحسين وآل حسين.
يفعلوا بهم إذا جاءوا إلى هنا؟ أجل أخذوه إلى قصر الإمارة، أدخلوه إلى القصر وبه جراحات. يقولون بالباب فكان في واحد طلب الماء لكنه أعطي الماء فامتلأ الكوز بالدم مرتين حتى ألقى الماء، قال سبحان الله وكان الرزق المقسوم لشربته. المهم دخل إلى القصر، قال ابن زياد واحد من جلاوزة قال سلم على الأمير، قال ويحك إنه ليس لي بأمير، هذا أميري حسين ونعم الأمير. صار حوار بينه وبين ابن زياد، دخل يشتمه، يشتم أمير المؤمنين، يشتم الحسين، ثم قال أين الذي ضربه مسلم على عاتقه؟ أين بكير بن حمران؟ اصعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقه. أجركم الله أيها المؤمنون، أصعدوا مسلم إلى أعلى القصر. قبل أن يقتل مسلم يقولون صلى ركعتين، ثم توجه لوين؟ إلى جهة المدينة، قلب عند الحسين، قال عنده شيء مع الحسين، توجه إلى جهة المدينة، صاح السلام عليك يا ابن العام يا أبا عبد الله، إن ابن عمك أسير في أيدي القوم. ثم عاجله بن حمران بضربة وألقوه من ذلك القصر إلى الأرض، وشد مكتفه بهذا، شدوا برجليه الحبال هو وهاني بن عروة وسحبوه في الطرقات والأزقة، ربطوه برجليه الحبال مثلوا فيه، فليت أصابني التمثيل، لهفي لطفلتك التي ظلت تنوح ليتمها وتقول أبتاه أين مضى عني أبي، أبتاه ترى فراق الظاعمين يطول، أحرموك من القصر إذ أوثقوك. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، توجهوا إلى الله عز وجل بحق باب الحوائج مسلم بن عقيل. اللهم شاف مرضانا، اقض حوائجنا، يسر أمورنا، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله، تقبل أعمالنا بأحسن القبول. أخواني وأخواتي الحاضرين جميعا، اللهم اقض حوائجهم، يسر أمورهم، إلى أمواتكم وإلى من مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء والشهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.